أكدت وزارة البترول أن منطقة الصحراء الغربية لا زالت تفخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة، مشيرة إلى أن قطاع البترول يعمل على جذب شركات بترول عالمية متخصصة في الحفاظ على معدلات إنتاجية الحقول المتقادمة وزيادتها. وخلال لقائه وفد شركة أبيكس الأمريكية، أكد وزير البترول طارق الملا أن التكنولوجيات الحديثة فتحت مجالات أوسع للعمل البترولي في أعماق لم تكن يمكنه من قبل. وكانت شركة أبيكس قد بدأت نشاطها في مصر في عام 2017 بتوقيع أول اتفاقية للبحث والاستكشاف بمنطقة شرق مليحة بالصحراء الغربية، والتي نتج عنها تحقيق أول كشف للزيت الخام بحقل فجر. أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول من يناير من عام 2022 وحتى 22 من يونيو من نفس العام، حيث بلغت حوالي 3,759,431 طنا من المنتجات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى أن صادرات مصر من البطاطس قد حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها، حيث تتجاوز 816,000 طن منذ يناير وحتى الآن إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية، بزيادة قدرها نحو 200,000 طن على نفس الفترة من العام الماضي. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث تراجعت المؤشرات في ختام التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وذلك وسط أحجام تداول ضعيفة. وقد تراجع رأس المال السوقي بنحو 9 مليارات و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 623 مليار و740 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9443 نقطة، وأغلق عند مستوى 9255 نقطة، متراجعا بذلك بنسبة 1.99%. وقد فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1774 نقطة، وأغلق عند مستوى 1736 نقطة، متراجعا بنسبة 2.16%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا عند مستوى 2627 نقطة، ليغلق عند مستوى 2566 نقطة، منخفضا بنسبة 2.29%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم عند الشراء 18 جنيها و71 قرشا و18 جنيها و78 قرشا للبيع، اليورو 19 جنيها و76 قرشا للشراء و19 جنيها و85 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيها و93 قرشا شراء و23 جنيها و3 قروش للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و9 قروش للشراء و5 جنيهات و11 قرشا للبيع، وفي حين سجل الريال السعودي 4 جنيهات و98 قرشا شراء و5 جنيهات للبيع. نتحول مشاهدينا إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1835 دولارا للأوقية، ومحليا سجل عيار 18 نحو 864 جنيها، عيار 21 1007 جنيهات، عيار 24 سجل 1149 جنيها، في حين وصل الجنيه الذهب إلى 8054 جنيها. أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة قد هبط من مقدار 6 ملايين و900 ألف برميل، وذلك على مدار الأسبوع المنتهي في 24 من يونيو. وبحسب البيانات، فقد هبط مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 457 مليون برميل و900 ألف برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل من عام 1986. وأشارت بيانات من أن وزارة الطاقة الأمريكية أنه جرى إطلاق حوالي مليون برميل من الخام لتخفيف الخفيف و6 ملايين برميل من خامات ثقيلة من الاحتياطي البترولي إلى السوق. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة إلى إلهام وأميمة. إليكم.